أعزائي من أفسس، منواصل دراستنا من رسالة رسول بولس إلى أهل أفسس. أنا موجود في أفسس القديمة خلف المسرح الروماني، بيسع ل25,000 شخص، وأيضا أنا موجود في السوق العام، السوق التجاري أو سوق المرفأ، لأنه بسير بنفس الطريق يسمى الطريق الأركادي أو طريق المرفأ الميناء يعني، ويسمى أيضا طريق الرسل لأنه بولس صار من هذا المكان تيموثاوس ويوحنا الرسول، وطبعا أصدقاء بولس كلهم صاروا من هذا المكان، فأعطى قدسية لهذا المكان. منواصل دراستنا في رسالة أفسس، الرسالة الغنية جدا لكنيسة أفسس، وأنا متأكد أن رح تكون غنية لحياتك وتثري حياتك. أنا بدعوك أنك تقرأ هذه الرسالة أيضا. سأعود بعد هذا الفاصل القصير. في هذه الحلقة رح أتكلم عن الخلاص العجيب، وطبعا مأخوذة من رسالة بولس إلى أفسس الإصحاح الأول. هذه المدينة كانت بتمارس عبادات كثيرة، عبادات الآلهة، حتى وصل بهم الحال أنه يعبدوا الإمبراطور مثل دوميشيان أو بعده تراجان وهدريان، وأيضا العبادات الكثيرة في هذه المدينة، وأهم عبادة عبادة أرطميس، الإلهة أرطميس أخت أبولو بنت الإله زفس أو زوس، وبنولها معبد كبير كان فيه 127 عمود، وتعتبر تحفة فنية. كانوا بيصنعوا التحف والتماثيل والتعاويذ والأسحار حتى الناس تنتفع منها، لكن رسالة بولس كانت واضحة أن هذه الآلهة المصنوعة بالأيدي لا تخلص، مما أقيم شغب كبير بواسطة ديمتريوس بنفس المنطقة المسرح الروماني في هذه المنطقة، وكان شغب ضد بولس وقالوا عظيمة هي أرطميس، عظيمة هي أرطميس. لكن لما كتب رسالته إلى إلى كنيسة أفسس، كان مؤسس بولس عدة كنائس في هذه المنطقة وفي منطقة آسيا، في علاقة دافئة ومحبة غير عادية تجاه هذا المكان، فتحدث عن غنى هذا الخلاص. وهذا الخلاص بحسب الإصحاح الأول يتم بواسطة الله المثلث الأقانيم، أقصد مثلث إذا أنت شلت ضلع كل الأضلاع تسقط، ما بيكون مثلث. فنحن لا نشرك بالله، أي نقول ليس واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، لكن واحد في واحد في واحد. وهون روعة جمال الكتاب المقدس، فالله حي، فالله ناطق بكلمته وحي بروحه وله وجود ذاتي أيضا. هذا الخلاص تم بواسطة الله، الله الآب اختارنا قبل تأسيس العالم، اختارنا في المسيح، اختارنا لنكون قديسين وبلا لوم أمامه، وأيضا اتبنانا، يعني مش بس اختارنا في المسيح، في المحبوب الرب يسوع. بيتكلم عن القصد الأزلي الأبدي من هذا الخلاص اللي كان في ذهن الله تجاه الإنسان الخاطئ. فالله اختارك قبل أن تولد وقبل أن تصنع خير أو شر، تسمى عقيدة الخلاص أو عقيدة الاختيار. وهذا الموضوع مش من الصعب أنه نتكلم عنه، كون أنه إذا ما تكلمنا عنه هون بتكمن المشكلة. لكن عندما نختبر خلاص الله نكتشف أننا مختارون قبل تأسيس العالم، الله اختارنا. لكن الإبن الرب يسوع المسيح هو اللي تمم هذا الفداء. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
فإذا الفداء بدم يسوع المسيح الذي فيه لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا. فيسوع المسيح قدم نفسه فدية عنك وعني، وهذا الفداء يعني الشراء بدفع الثمن. مكتوب لأنكم اشتريتم بثمن، لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. هذا الفداء أنجز وتم بواسطة الابن الرب يسوع المسيح اللي مات على الصليب من أجل خطايانا وقام من الأموات لأجل تبريرنا حتى يعطينا الحياة الأبدية. شرانا، اشترانا بدمه، دفع ثمن حتى نكون أولاد بالتبني. التبني يعني الله تبنانا من خلال يسوع المسيح، وهذه يعني أصبحنا أولاد شرعيين للرب، أصبح لنا الميراث الكامل، يعني أخذنا الحرية الكاملة. وبالتبني أصبحنا نصرخ يا أبا الآب، لأنه تم هذا الفداء وأصبحنا ملك الله، ليس فقط بالخلق لكن أيضا بالفداء. فالله الآب اختارنا في المسيح، الله الابن الرب يسوع تمم وأنجز هذا الفداء بموته على الصليب، قدم لك غفران الخطايا والفداء أي أنه اشتراك واعطاك الحرية ودفع عنك الدين حتى تكون بموقف أمام الله، موقف عجيب جدا أنه عندك كل حقوق أولاد الله وشرعية الله. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. The greatest obstacle to Paul's success in Ephesus would be his pagan opponents. And very often we find in the case of the early church, this is very typical, because often the persecutions, the Roman persecutions, were incited not by the emperor, but by local governors whose feet were held to the fire by pagan priests. They were ticked off that Paul's message of an invisible one God that you can't make with hands. This, of course, turns off the union of the silversmiths in Ephesus, as you well know. And it also was responsible for persecutions later on, that the pagan priests couldn't stand it, the competition. And therefore they said, come on, these people are against the law. Governor here, how come you let them go? We're going to tattle to Caesar on you if you don't persecute them. This happened again and again. I'd say most of the Roman persecutions of the Christians, until Constantine took the heat off, were a response to pagan priests who were very jealous of Christian successes. فإذن الله اختارنا، الله الآب اختارنا لكي نكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. اختارنا للتبني حتى نكون أولاد الله من خلال الإيمان بالرب يسوع المسيح، ويكون لنا الشركة والميراث. وهذا الاختيار حسب قصد نعمة الله حتى نكون مختاري الله. الله الابن الرب يسوع أنجز هذا الفداء بدمه حتى نكون أبناء للرب، وقدم لنا مش بس القبول وغفران الخطايا، لكن شيء ثالث، الروح القدس له دور في هذا الموضوع. بقول إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم آمنتم وختمتم بروح الموعد الذي هو عربون لمقتنى، بيتكلم عن شيء مستقبلي. فإذا الله الآب اختارنا، الله الابن أنجز الفداء بدمه، الروح القدس ختم. هذا الختم أحبائي لا يكسر، فالختم هو علامة ملكية. لما الملك كان بيعمل الختم لا يكسر إلا بأمر الملك نفسه. فإذا الروح القدس يعني اللي جذبنا ولمسنا وجهنا ليسوع المسيح وقبلنا الخلاص، بيختم هذا الخلاص علامة ملكية، وهذا أيضا علامة ضمان، إنه ضمن هذا الشيء.
وهي علامة الحماية أيضا. وأيضا يقول أن هذا الخلاص هو عربون، يعني الدفعة الأولى للخلاص الكامل، لأنه عندما نحن نخلص نلنا الحياة الأبدية، لكن من تمم هذا الخلاص حتى يوم من الأيام أجسادنا بتخلص ومنكون مع المسيح في كل حين في الأمجاد السماوية. شيء جميل جدا، الرسول بولس بشجع المؤمنين في أفسس بيتكلم عن هذه الامتيازات، إنه إحنا في قصد الله، في فكر الله منذ الأزل، وأن الله عنده مخطط رائع لحياتك، خطة محكمة منسجمة لخيرك ومنفعتك، وأنه خطة الله تتخطى الزمن لأنه بيفتقدك أنت وبيختارك أنت شخصيا حتى تكون ابن، حتى تكون بنت لإله، وأنه هذا الخلاص هو خلاص ثمين، خلاص عجيب، خلاص وحيد من خلال عمل الله المتكامل، اختيار الله الآب، إنجاز الله الإبن، ختم الله الروح القدس، العلامة الملكية والضمان والحماية لهذا الخلاص. والدفعة الأولى كأنه بقول أنا دفعت، نهاية الدفعة بتكمل لما منكون مع الرب في كل حين. إخوتي وأخواتي، المسيحية تقدم الخلاص، وهذا الخلاص من خلال شخص المسيح المخلص، يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. ويقول الكتاب المقدس أيضا ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. فهذه اللحظة أشكر الله على نعمة الخلاص، وإذا ما اختبرت هذا الخلاص بحب أكد لك إنه الله بحبك، الله الآب والابن والروح القدس بحبك، وعاوز يجتذبك إلى معرفة الخلاص ويعطيك الضمان الكامل والخلاص الأدبي والأبدي أيضا، تكون مع الرب في كل حين. بصلي من كل قلبي أنك تختبر نعمة الخلاص اليوم. على فكرة منحب نسمع منك. الرب يباركك. Very often you hear the term Gnosticism and the Gnostics. It's spelled Gnostic, but don't pronounce it that way. It comes from the Greek term gnosis. There you can use the hard G, gnosis, which means knowledge. But in the case of the Gnostics, a special kind of interior knowledge that the masses don't know about, but they do. And if you then buy into their cult, then they'll give you the secrets of this inner knowledge. And it's an early Christian heresy, probably one of the earliest. They would say the four Gospels are great, you know, for normal people, but here's what they really mean. And of course, no two Gnostic teachers ever agreed on what they really mean. And so they were misleading followers of Jesus even as, well, as early as the end of the first century. And then in the second and third century, they had all their special little cultic schools of Gnosticism. You got to remember, the New Testament has not been completed yet. And imagine how difficult it must have been to counter heresy in the early church when you didn't have a normal canon or scriptures as your constitution. It's a wonder the early church ever made it in so many ways. They had a two-front war to fight, an interior war against Gnostic heresy, an external war against the Roman Empire that's trying to eradicate them. أعزائي المشاهدين، منواصل دراستنا من أفسس القديمة. في هذه الحلقة رح نتكلم عن صلاة بولس. أنا موجود في الطريق الرئيسي القديم اللي يعتبر قلب البلد،
في أفسس القديمة اللي كانت الدكاكين على الجانبين، وأيضا خلفي تستطيع أن ترى مكتبة سيلسوس، كانت ثالث أكبر مكتبة في العالم بعد الإسكندرية وبعد برغاموس. بولس كتب إلى كنيسة محببة على قلبه، زارها وكان في هذا المكان مدة 3 سنين، ومكتوب أيضا سمع كلمة الرب جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. لكن عندما كان في السجن كتب رسالة، وهذا اندل على شيء بدل على دفء المحبة والعلاقة، وأنه كان بشكل مستمر بيتذكر هذه الكنيسة. راح نعرف أكثر عن هذه الصلاة بعد قليل، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أعزائي، منواصل دراستنا في هذه الحلقة عن قوة الصلاة، صلاة بولس الرسول من السجن. هو كتب 4 رسائل من السجن: أفسس، فيليبي، كولوسي، فيليمون. كولوسي وفيليمون كتب صلوات لهم من السجن. هذه الصلوات ما كانتش طلبات مادية، بل كانت إعلان استثمار في حياة المؤمنين في أفسس. ما ننسى أن بولس تعب في هذا البلد لمدة 3 سنين، كان بجاهد وكان بيتكلم، والله استخدمه بمعجزات وآيات خارقة جدا. لكن هم بيتكلم على دخول عمق، بعد روحي أعمق في حياة الصلاة، بيتكلم عن الاستيعاب الروحي، كيف ممكن نكون مستوعبين روحيا. لما كتب قال: سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم طبعا تجاه القديسين. وهذا شيء مهم جدا للرسول بولس ككنيسة، كأولاد له بالإيمان، إنه ما زالوا مستمرين بالإيمان وما زالوا مستمرين بالمحبة، وهذه علامات صحية في كنيسة الرب. قال: لا أزال شاكرا لأجلكم، ذاكرا إياكم في صلواتي. يعني من ناحية هو بيشكر الله من أجل هذه الكنيسة، لأنه في قوة خاصة في الشكر من أجل الناس، لأنه عدم التذمر هو عبارة عن حياة. فالشخص اللي بيشكر دائما بيكون مليان بفيض بنعمة وقوة الله. ذاكرا إياكم في صلواتي، هون بيتكلم عن استمرارية الصلاة. كان بيصلي من أجل هذه الكنيسة. أول شيء كان بيصلي من أجل الاستنارة الروحية طبعا في الروح. يقول الكتاب المقدس: الإنسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله، فنحتاج إلى الاستنارة الروحية بواسطة الروح القدس. هذا الروح هو روح الإعلان، إعلان الحق، وإعلان الحق في الكلمة، كلمة الله. وهذا أحبائي يعني بيتكلم عن التدرب، عن أسلوب حياة، حتى نتدرب على الحق، مش بس بنسلك في الحق لكن نتدرب على الحق، لأنه يسوع المسيح هو الحق والروح القدس هو روح الحق، فنحن نعكس هذا الحق في حياتنا ومن خلالنا أيضا. فصلى من أجل هذه الكنيسة حتى يكون عندهم هذه الاستنارة الروحية. ثم شيء ثاني، هذه الاستنارة تأتي طبعا من القلب، مستنيرة عيون أذهانكم. بيتكلم عن القلب الداخلي، أي الإنسان الداخلي أو الإنسان الباطني. والقلب هنا مش مجرد بيتكلم عن شيء خارجي، لكن بيتكلم عن مركز متكامل، مركز العواطف ومركز طبعا المعرفة والفكر، وأيضا مركز الإرادة. فهم بيتكلم عن أسلوب ونمط حياة.
كما أنه القلب يعني كما أنه الإنسان بيسمع، أيضا الإنسان من ناحية روحية بيسمع ومن ناحية روحية بيشوف، لهم عيون ولا يبصرون. فالمسيح كان يفتح العيون وكان يفتح البصيرة الروحية حتى ننظر إلى ما وراء المنظور، يعني يكون في نظرة روحية في حياتنا. فالاستنارة أحبائي تأتي من القلب، مستنيرة عيون أذهانكم. هم بيتكلم عن تجاوب مع الروح القدس مع صوت الرب. وهذه المعرفة هي بكل بساطة أن يعرف الله، وهي بتتكلم عن المعرفة المثلى والمعرفة العليا. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير. How wonderful it was that Christianity did not go down any of these Gnostic alleys. So many theologians today try to trump up the Gnostic claims. They say that, the Gnostic Gospels have more validity than the four Gospels. This is all rot. Right from the start, the church had its opinion of Gnosticism as a really worthless excess. In fact, the letters of John start talking about Gnosticism, don't they, in the New Testament? And then later on, you have John's disciple, Polycarp of Smyrna, who was the teacher of Irenaeus of Lyon. We have a little intellectual dynasty there. And Irenaeus writes this wonderful book in 180 against heresies. And he targets Gnosticism primarily. And so does Eusebius, the earliest Christian historian. He talks about Simon the magician, remember him from Acts chapter 8, who was a Gnostic teacher as well. So today, there's a lot of interest in Gnosticism because of the discoveries at Nag Hammadi in Egypt, about the same time the Dead Sea Scrolls were discovered. When they found a Gnostic library, and the only one that's even readable is the Thomas Gospel, Gospel of Thomas. And that's just full of all kinds of ridiculous claims. And so I just cannot understand this fascination with this ancient heresy. It really had nothing to do with the core of Christianity, whatever. صلاة بولس لهذه الكنيسة أو لشعب أفسس أن يعرف الله وأن يصل إلى ذروة هذه المعرفة، المعرفة العليا، كما كتب الرسول: أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. هذه المعرفة شيء متطور ونمو مستمر في حياة الإنسان المؤمن. طبعا في أفسس كانت تفتخر بالمعرفة، فمثلا ورائي مكتبة كانت تحتوي على 200,000 مخطوطة، وكان في مدارس وقاعات للمحاضرات الفلسفية أو المحادثات في هذه الأماكن. هذا الطريق بوصل إلى الأجورة التجارية أو الأجورة بتاعت المينا، وين الملتقى الناس، الساحة العامة اللي كانت بتلتقي في الناس. فيحث بهذه الصلاة إلى وصول إلى كمال المعرفة. المعرفة الأولى هي معرفة الخلاص، أن نخلص بيسوع المسيح. ثم استمرار هذه المعرفة هي حياة القداسة، أن نكون مشابهين صورة يسوع المسيح. كمال هذه المعرفة هو التمجيد، أن نصل إلى الذروة العليا، إلى أقصى أمور المعرفة، حتى نكون طبعا بفكر مستنير، فكر سماوي. من أجل هذا أحبائي، مرة أخرى، العالم يمكن ما بيستوعب أو ممكن يفهم هذه الفكرة، كما قال الرسول بولس: الإنسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله. فمثلا الشخص الملحد مثلا
يدعي أنه لا يوجد إله بالأصل، لا يوجد إله لنا حتى نعرفه. الأجنوستيك طبعا بصرح شيء آخر، إذا في إله، إذا يوجد إله لا نستطيع أن نعرفه. فالملحد بينكر وجود الله كليا حتى يعرف، والأجنوستيك طبعا إذا في إله أنا صعب أوصل إلى هذه المعرفة. لكن صلاة بولس إلى كنيسة أفسس أنه يزدادوا بهذه المعرفة، وهذا أحبائي ضد الظلمة، بكلمات أخرى ضد الجهل أو العمى الروحي، أن ننمو بالمعرفة. ثم أحبائي هذه يعني أن نعرف الله هو أن نعرف دعوة الله، فالله دعانا لمجده. دعوة الله للكنيسة، بالواقع كلمة دعوة كالو، الفعل كالو في اللغة اليونانية هي الاسم الكنيسة، هي جماعة المدعوين من الخارج، طبعا جماعة المدعوين من الخارج لكي يكونوا شعب الله، فالله دعانا. وهذه الدعوة كما قال بولس لتيموثاوس دعوة مقدسة، وهذه الدعوة أيضا تعرف غنى الله، الله محضر غنى لا يستقصى للمؤمن. وهذه الدعوة هو أن نختبر وأن نعرف قوة الله، نعرف الله، نعرف غنى الله، ونعرف ونختبر قوة الله. هذه الدعوة مقدسة، وأيضا هذه الدعوة كما يقول دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. من أجل هذا كتب الرسول بولس لكنيسة أفسس ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها، وأيضا دعينا للمجد. الشيء الجميل أنه بولس في السجن كان مليان قوة، كان مليان إحساس بالامتنان وشعور بالشكر تجاه ما عمله الله. فبولس عندما كان في سجن فيليبي كان يصلي ويسبح، يسبح ويصلي، وعندما كان في روما كان سجن روما كان بيشكر وبيصلي بيذكر المؤمنين في أفسس. هذا طبعا نضوج روحي عميق، وأنا بصلي لما بتسمع هذه الكلمات تقرأ هذه الرسالة حتى تنال هذه المعرفة والنضوج الكامل حتى نصل إلى قامة ملء يسوع المسيح. على فكرة بنحب نسمع منك، تواصل معنا. إلى اللقاء والرب يباركك.